بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب في كل مكان، هنكمل مجموعة فيديوهات overview of the upper limb، وإحنا دلوقتي في استكمال الريجونز المختلفة of the upper limb. هنخصص الفيديو ده لمنطقة الشولدر ريجون، أو في تعبير آخر scapular ريجون، يعني مجموعة العضلات التي تربط السكابيولا بعظام الأبر limb أو بالهيومرس بالتحديد. هيبقى معاكم بالشرح والتوضيح دكتور أحمد فريد، مدرس الأناتوميولوجي في كلية الطب جامعة عين شمس. هنركز مع بعض، هنعرف العضلات اساميها ايه، اماكنها فين، والكلينيكال اناتومي الخاص بيها، لان دي العضلات المحيطه بمنطقه الشولدر، ودي عضلات مهمه جدا على فكره في جزء الاناتومي، ومهمه كمان في جزء تخصص العظام وتخصص اصابات الملاعب والحاجات دي. تعالوا كده نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنرتب ازاي المسلز اوف ذا شولدر ريجون او اوف ذا سكابيولار ريجون. زي ما انت شايف ان بحب دايما انا اعمل المايند مابس دي بحيث الم لك الموضوع قدامك بصوره بالعرض كده، تبقى حاسس ان الموضوع كله اتلم في صفحه واحده او في ورقه واحده، ونبقى برضو قسمنا العضلات في صوره كاتيجوريز تخليك تفتكر بسهوله اسامي العضلات دي بدل ما انت بتحفظ اسامي عضلات وخلاص. فعندنا منطقه الشولدر ريجون او السكابيولار ريجون، اول عضله فيها هي عضله سوبرفيشال كبيره، عضله سوبرفيشال بتغطي الكتف تماما من قدام ومن الجانب ومن الخلف، عضله سوبرفيشال. لبقيه العضلات اللي هاخدها لازم اقصها او اعمل لها تشريح او ديسكشن عشان اشوف العضلات المستخبيه تحتها، والعضله السوبرفيشال دي هي عضله الدلتويد، سميناها ليه دلتويد؟ عشان عامله شبه الدلتا شيب، ليها اوريجين من الفرونت اوف ذا كلافيكل واللاترال سايد والباك اوف ذا سكابيولا كمان، ونازله كده لما نفسها زي الدلتا او زي المثلث ورايحه تمسك في اللاترال سايد اوف ذا هيومرس، دي اسمها دلتويد ماسل، وهي بالمناسبه العضله اللي عامله الكونتور اوف ذا شولدر. يعني ايه كونتور اوف ذا شولدر؟ يعني هي العضله اللي عامله تدويره الكتف بتاع حضرتك، هي العضله اللي عامله الراوند شيب اوف ذا شولدر، هي اللي عامله شكل الكتف بتاعنا، دلتويد ماسل. دلتويد يعني العضله اللي شبه الدلتا، نازله من وايد اوريجين، عامله زي المثلث كده ونازله على نارو انسرشن زي الدلتا بالظبط اللي بنرسمها في الخريطه بتاعتنا، او زي حرف دلتا اللي احنا عارفينه في الفيزياء. دي بقى بتعمل كونكشن للكلافيكل والسكابيولا مع بعض بالهيومرس، لانها بتاخد اوريجين من الكلافيكل من قدام ومن السكابيولا من ورا، وتنزل تلم نفسها وتمسك في الهيومرس. يبقى دي مين؟ الدلتويد. بعد كده عندي بقيه عضلات الشولدر ريجون، هقسمهم الى اربعه بوستيرور سمول ماسلز بيوصلوا الباك اوف ذا سكابيولا بالهيومرس، اربعه بوستيرور سمول ماسلز. يبقى الراجل ده انا خليته يتضير وبصيت على كتفه من الخلف، مين اللي انا قاطعها دي؟ مين اللي انا قطعتها دي عشان اكشف عظمه الهيومرس والعضلات اللي ماسكه فيها؟ الدلتويد. مش احنا اتفقنا ان الدلتويد ماسكه من قدام ومن ورا ومغطيه الشولدر كده، داير ما يدور من قدام ومن ورا وعامله البلج او الراوند شيب اوف ذا شولدر. قصينا الدلتويد لقينا تحتها اربع عضلات صغيرين بشوفهم من الخلف، اربع عضلات صغيرين بشوفهم منين؟ من الخلف. اول عضله موجوده فوق السباين اوف ذا سكابولا، يعني في الفصه اللي اسمها سوبرا سباينس فصه، فعشان كده هسميها سوبرا سباينيتس ماسل. العضله الثانيه تحت السباين اوف ذا سكابولا، تحت السباين اوف ذا سكابولا يعني في الانفرا سباينس فصه، فهسميها انفرا سباينيتس ماسل. العضله الثالثه والرابعه هما عضلتين مبرومين الشكل، مبرومين عاملين شبه السلندريكال شيب، فهسمي الصغننه منهم وموجوده فوق اسمها تيرز ماينور، والكبيره اللي تحت اسمها تيرز ميجور. يبقى اذا بعد ما بقشر الدلتويد بالمنظر ده واضير العيان او الشخص وابص عليه من ورا، هلاقي الشولدر بتاعه من ورا فيه اربع عضلات صغيرين موصلين للسكابيولا بالهيومرس، اللي فوق السباين اسمها سوبرا سباينيتس، اللي تحت السباين اوف ذا سكابيولا اسمها انفرا سباينيتس، الصغيره المبرومه اسمها تيرز ماينور، المبرومه التخينه او الكبيره اسمها تيرز ميجور. الاربع عضلات دول موجودين من ورا وبيوصلوا السكابيولا بالهيومرس. واخيرا عضله اماميه تصل السكابيولا من الامام بالهيومرس من الامام، فرشه السكابيولا من قدام في السب سكابيولار فصه اوف ذا سكابيولا، اسمها سب سكابيولاريس ماسل. اسمها ايه؟ سب سكابيولاريس ماسل، ودي بتتشاف من الفرونت بس او من قدام بس. يبقى احنا كده قسمنا عضلات السكابيولار ريجن او الشولدر ريجن بالتقسيمه الظريفه اللي انت شايفها قدامك دي، عضله سوبرفيشال عامله تدويره الكتف كلها اسمها دلتويد،
وبعدين اربع عضلات من الخلف سوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس تيرز ماينور اند تيرز ميجور وعضله من الامام اسمها سابسكابيلاريس.